A very good evening. You're watching the 7 o'clock news live from Bahrain International with me, Danielle de Porto. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa was at the forefront of the reception for Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and its accompanying delegation upon their arrival today for an official visit to the Kingdom of Bahrain. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and a number of ministers were also present. After a short break at the Grand Reception Hall at Sakhir Air Base, His Majesty the King's motorcade headed to Al-Sakhir Palace, where students lined up to welcome the Egyptian president, waving the flags of both countries. In Al-Sakhir Palace, an official reception was held for the Egyptian president, where the artillery fired 21 rounds in honour of the country's guest, and the national anthems of both countries were played.
وسلام الملك البحريني. سلام. شرف جاز تفتيش سيء. After, His Majesty the King and the Egyptian President inspected the guards of honor. Majesty the King then held official talks with the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in the presence of His Royal Highness the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, as well as members of both delegations. وهذا الأخلاق الحقيقية المطلوبة. أهل البحرين حبوا إخوانهم المصريين كثير ويتواصلون معاهم دائما، وهذا الشيء اللي يسعدنا، وهم المستفيدين الحقيقة من هذا كله. الظروف غير طبيعية في كل الكرة الأرضية، صحيح، وإحنا بعد جانا نصيبنا من هذه الأمور، وكانت أمور يعني كلها مفتعلة كما حدث لمصر، مفتعلة وتدار من الخارج، من قوى أجنبية. شعوبنا في مصر في البحرين تفاجأوا، ولكن في وقت قصير تمكنوا من إعادة تنظيمهم ومن الحقيقة عودة الأمور إلى طبيعتها، وهذا الحقيقة المفخرة. وعدنا وياكم الأمور إلى طبيعتها في وقت المخطط مستمر، نعم، يعني ما عدنا الأمور إلى طبيعتها بعد ما المخطط انتهى، وكانت جرأة وشجاعة، لكن
في حبة الأوطان يعني من الإيمان. صحيح. وهذا شيء لرب العالمين، المسؤولية أن تسلم إلى جهلة أو إلى قتلة أو إلى مجرمين، هذا شيء يعني لا يرضي رب العالمين. لكن أن تعود المسؤولية لأهلها الطيبين ولأهل الحق وأهل العدل، فلا شك هذا أمر طيب. وجدنا أن من أركان هذا المخطط الحملة الإعلامية المضللة للشعوب في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم بأن هذه الدول دول لا تطبق القانون. على حسب معرفتي أكثر أعداد خريجي حقوق وقانون في مصر، والبحرين تبعتكم، والثقافة ثقافة القانون موجودة في مجتمعنا ومجتمع مصر، يعني هي الأساس الحقيقة للمعاملة والتعامل. اتصال بالناس عن طريق بعض وسائل الإعلام يحرف ويشكك به، لكن إذا أنا وصلتكم وتكلمت وياكم وسمعتوني أتكلم وأقول لكم كل اللي عندي، أعتقد ما تحتاجون حق إعلام يضللكم. يعني هذه طريقة بسيطة وشعبية وطريقة يعني المجالس المفتوحة ومباشرة. فلله الحمد بدأوا كل من تكالب علينا من الهزيمة. وكنا نستغرب من كل حادث يحدث أن ليش يحدث هذا الحادث، ولكن لما رأينا إيش يحدث بعده عرفنا أنه هو مش الحادث وإنما اللي ما بعده اللي بعده. في الشرق الأوسط الاستهداف الأول لمصر لأنها هي أكبر دولنا وأعزهم وهي السند للجميع، وفي الخليج البحرين لأن البحرين هي الأكثر انفتاح، معناته نقدر ندخل ونعمل بسبب الانفتاح والنوايا الطيبة. يعني نوايا أهل البحرين لأي إنسان يوصلهم طيبة جدا، ولا يسألون من وين جاي وإيش أهدافك وإيش مغازيك وحسن النية. حسن النية موجودة، والحقيقة احنا اشتهرنا ببعض هذه الصفات اللي احيانا ما تكون محببة في هالظروف، لكن على المدى الطويل هي الحياة. يعني الواحد يعيش بلا نية طيبة الجارة او اخوه او صديقة، ولن يكون في راحة مع نفسه. طبعا تواصلنا مع مصر بفضل قيادة فخامة الرئيس حالا وبأسرع وقت، والأمور تضبط. وإحنا بعد أمورنا تضبط في البحرين، واليوم لا شك عرفوا مكانة مصر بفضل القيادة الشجاعة والحكيمة، والآن التنسيق إن شاء الله يكون على أكمل وجه. ويجب أن لا نقفل في مسألة أن نعتمد بل إلا بعد الله على أنفسنا، ونحدد أهدافنا المرجوة وتكون لنا المكانة المرموقة في الشرق الأوسط. ومصر ما قصرت مع جوارها ومع الإقليم والعالم، أثبتت الحقيقة حرصها الشديد على دورها، لأن التحديدات الرئيسية على مصر أن لا يعقل أن تكون مصر مثل أي دولة من الدول المارقة. مصر لها تاريخها ولها مؤسساتها ولها شعبها،
من الصعب أن تكون مصر دولة يعني تستخف بالأمور، وهذا يمكن اللي أخركم شوي في بعض الأمور، لأنكم تريدون تعملون الأمور كما يجب وتكون يعني مثل للجميع. والحقيقة التشاور المستمر والتناصح ما بيننا هو هدفنا، واليوم تشريف فخامة الرئيس لنا في هذه الزيارة هو نفس يعني ما عندنا احنا جدول أعمال، ما وضعنا جدول أعمال للزيارة، جدول الأعمال اللي فخامته يريد يتكلم فيه، أي شيء تريدون تكلمون فيه احنا ما يقولون كتاب مفتوح لكم، تقولون وعنا نبحث وياكم الأمور. بس باختصار نعزز أمننا واستقرارنا ونقوي تحالفاتنا الصحيحة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاحنا شاكرين مرة أخرى فخامة الرئيس حضوركم وتشريفكم. أنا اللي بشكرك جلالة الملك، والحقيقة الاستقبال والحفاوة والكرم ده سمة وأصل في البحرين بنشوفه دايما، وده يعني بسجله باحترام وبتقدير وبحب. مش أنا بشكرك جلالة الملك على كرم والحفاوة دي. وخليني أقول إن أنا أتفق مع كل اللي أنت قلته جلالة الملك وأكد عليه. إحنا بنتعاون من أجل الاستقرار، بنتعاون من أجل الأمن والأمان لبلدنا. نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولن نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا، لأن اللي إحنا شفناه خلال السبع سنين اللي فاتوا درس كبير لنا، إن إحنا دايما نبقى دايما مع بعضنا ودايما نتعاون نتآخى في مواجهة التحديات اللي هتأثر على شعوبنا. وإحنا معكم، نحن في مصر معكم، مع الاستقرار ومع الأمن ومع عدم التدخل. نعم، زي ما إحنا يعني ألزمنا أنفسنا بعدم التدخل في شؤون الدول، إحنا كمان بنقول للدول لا تتدخلوا في شؤوننا. في شؤوننا، نعم. وده أمر ثابت، لأن الاستقرار والأمن ده أمر يهمنا كلنا. نعم. فأنا يعني أطمنك على مصر، وأنا مطمئن على البحرين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، لأن الفترة اللي فاتت دي كلها كانت يعني استفدنا منها رغم كل الصعوبات اللي قابلنا فيها، يعني واجهناها، احنا استفدنا كتير في مصر، وأصبح المصريين وأشقائهم في البحرين على وعي بالتهديد وبالتحدي، وعرفوا كويس قوي ان هم مهم قوي ان هم يحافظوا على بلادهم وما يسمحوش لحد بالتدخل في شؤونهم. زي ما جلالتك قلت كده، احنا دايما مع بعضنا. واحنا دايما مع بعضنا الحمد لله. وانا لما بقول الكلمه ديت بقولها لانها احنا مش بنتعاون على البغي، مش بنتعاون على العدوان. احنا بنتعاون من اجل مصالح شعوبنا، هذا صحيح، وبنتعاون من اجل الدفاع عن شعوبنا ومصالحها. ده موقف مصر من اشقائها، ومش بس من البحرين، ده موقف مصر. وانا اعلناه كثيرا جدا جدا ان امن الخليج، امن دول الخليج ده جزء لا يتجزأ من امن مصر، هذا صحيح. واحنا قادرين، ودي أنا بكررها كتير، قادرين معا إن إحنا نحمي أمننا ونحمي مصالحنا. وبقول تاني إنه تعاون دائما هو تعاون من أجل السلام والاستقرار، صحيح، مش تعاون من أجل حاجة تانية. وده يعني ده أفضل تعاون في الدنيا، إن الناس تتعاون على الخير، على الخير، وإحنا مستعدين دائما لكده. وهذا يمكن أصعب تعاون، لأن لما تهدف إلى السلام يعني هذا أمر مو بسيط. أما صح. الحرب كلمة كلمتين وتنشب الحرب. فكنا مع فخامة الرئيس نتكلم إن إحنا لله الحمد بعد نؤمن بشيء مهم،
أن يعني الشعوب في مصر في البحرين عندنا تحت قياداتنا هم كلهم أبنائنا، لا نفرق ولا يمكن أن نفرق بين أبناء الوطن. الفرق في من هو ملتزم بقوانين البلد وجيد ومن هو سيء، يعني هذا الفرق بس، أما لا لون ولا مذهب ولا دين ولا تاريخ، احنا جسم واحد. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو الملكي، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يعقد بمناسبة زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين. وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب His Majesty the King then delivered the following speech. الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ العزيز عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بفخامتكم وبالأخوة الأفاضل أعضاء وفدكم المرافق في بلدكم الثاني مملكة البحرين التي تجدد اعتزازها في كافة الأوقات بعمق ما يربطها بمصر الشقيقة، فما يجمعنا بكم من علاقات أخوية راسخة تشهدها مسيرة تقاربنا وتعايشنا التاريخي المشترك لهي مصدر تقديرنا الدائم لكم ورمزاً أصيلاً لقوة أواصرنا، وأساساً ننطلق منه نحو مستويات جديدة ورحبة من التعاون والتكامل والتوافق في المواقف والتطلعات. فخامة الرئيس، تشكل زيارتكم الكريمة للبحرين
في ظل استمرار ما تواجهه المنطقة من مخاطر وتحديات، فرصة هامة لمتابعة جهودنا المشتركة وللتشاور والتنسيق بشأن مساعينا المستمرة في مواجهة خطر الإرهاب والتصدي له، وعدم السماح لإثارة أن تمس وحدة مواقفنا أو أن تؤثر بأي شكل على مسيرة دولنا نحو التنمية والازدهار والاستقرار. مشيدين هنا بالنوايا الصادقة والمساهمات الكبيرة التي تقدمها مصر لجوارها العربي على هذا الصعيد. أخي العزيز، يطيب لنا في الختام أن نعبر مجدداً عن مدى سعادتنا بزيارتكم المباركة للبحرين، والترحيب بكم والوفد المرافق، ويشرفني أن أقلدكم وسام والد الجميع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وهو أرفع تكريم يمنح في مملكة البحرين، والذي من خلاله نعرب عن تقديرنا لدوركم الرائد وجهودكم المخلصة لمساندة البحرين في كافة الظروف، وحرصكم على حفظ وحدة الصف العربي والمبادرة بتبني وحل قضايانا المصيرية، وليكون هذا الوسام خير عنوان لتميز علاقاتنا الأخوية وللتعبير عن امتناننا لمصر الكنانة المحفوظة بعناية الله، وعن ما نحمله في قلوبنا من محبة خالصة لأهلها الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Majesty the King then granted the Egyptian President the Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa Medal in appreciation of his efforts to enhance relations between Bahrain and Egypt. The Egyptian President then greeted the Bahraini side and the ambassadors accredited to the kingdom, and His Majesty the King then greeted members of the official Egyptian delegation. Thank you.
Following the meetings and the dialogues, His Majesty the King held a lunch banquet in honour of the Egyptian president and his accompanying delegation. The national anthems of both countries were played, and a mission of honour was formed, chaired by Deputy Prime Minister Sheikh Khaled bin Abdullah Al Khalifa. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa at Gudaibiya Palace today. During the meeting, the latest economic developments were reviewed, where their Royal Highnesses affirmed the government's continuous study of all available options to overcome economic challenges against development. Their Royal Highnesses affirmed that economic challenges have imposed difficulties, which the government is working on, according to a vision of creating strong economic fundamentals to spur comprehensive development across various fields and accelerate the pace of economic development and investment activity. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, chaired today the weekly cabinet meeting at Gudaibiya Palace. His Royal Highness the Prime Minister hailed the results of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's Asian tour, in which he visited Malaysia, Brunei Darussalam and Thailand, adding that the visits will boost political, economic and investment cooperation between Bahrain and other countries. He also noted the discussions of His Majesty the King with the leaders of the Asian countries, praising the agreements that were signed during the tour. The cabinet welcomed the visit of President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi and his accompanying delegation, wishing them a pleasant stay in the kingdom. The cabinet commended the brotherly Bahraini-Egyptian relations, noting the importance of the Egyptian president's visit in bolstering these relations in various fields. The meeting highlighted the outcomes of the visit of the Thai Prime Minister, General Prayut Chan-o-cha, to the kingdom, following the visit from His Royal Highness the Prime Minister, affirming the importance of exchanges for developing cooperation between the two friendly countries. His Royal Highness the Prime Minister ordered that more exhibitions be held to support urban and real estate development in the kingdom, in order to strengthen the construction and contracting sectors. On the occasion of Bahraini Press Day, His Royal Highness the Prime Minister congratulated journalists and media figures in the country, affirming the government's keenness that journalists take a role in defending the country, as well as highlight the people's issues. His Royal Highness the Premier also welcomed Bahrain's hosting of the annual FIFA Congress and directed the concerned authorities to take all necessary measures to ensure the success of the event. He also directed the Ministry of Housing to follow up the housing needs of Salmanbad Village. His Royal Highness furthermore directed the Ministry of Health and the Ministry of Works, Municipalities and Urban Planning to find a solution for the problem of water stagnation in Galali. His Royal Highness the Prime Minister instructed the concerned authorities to speed up the procedures that allow charities to provide charitable services, particularly during the holy month of Ramadan. The cabinet noted cases of dead fish in neighbouring countries, then directed the concerned authorities to examine the health of the local fish population. The meeting covered ways of strengthening the state's financial situation, finding income sources that guarantee the sustainability of the state's general budget, and achieving stability between income and expenses without affecting the government's efficiency. The cabinet reviewed financial and economic challenges posed by oil price instability. It also discussed a number of initiatives to support non-oil revenues and reduce expenses in the draft law of the state's general budget 2017 to 2018.
The Cabinet approved a recommendation presented by the Board of Directors of the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority to amend the rent of Bahrain International Exhibition and Convention Centre land. Those meeting also agreed the signing of an agreement between Bahrain and South Korea on air services and approved four proposals presented by the Representatives' Council. First Deputy Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, President of Bahrain Athletics Association and Honorary President of the Bahrain Sports Federation for those with disabilities, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, said that initiatives are continuing despite the growing challenges facing all societies. He said the announcement of a number of sports, cultural, humanitarian and scientific initiatives came in line with the keen interest to serve the community, commending the events held by the Ministry of Youth and Sports. He said the vision behind these initiatives is to serve all segments of society, but most especially the younger generations, so as to develop human resources and reinforce the sporting spirit.